السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حالة الطقس لهذا الأحد مع الصبيحة إن شاء الله، بعدين قشع شوية ضباب على السواحل أو من الحر شباب على معظم المناطق تاع بلادنا. خلال الظهيرة كذلك سحب من نوع عالي خلال الظهيرة وبدون فعالية خاصة على الولايات الغربية، أما الجنوب الكبير الحال هايل. درجة الحرارة كذلك بدون تغيير تبقى حوالي درجة واحدة تحت صفر إلى درجة واحدة فوق الصفر على الهضاب العليا، وبعد الولايات الداخلية 9 إلى 11 على السواحل، 10 بطمراسات، 10 بتندوف، 10 بورقلة وحاسم سعود، 7 بجانات، و 13 إلى 14 درجة على أقصى الجنوب. خلال الظهيرة مع السميشة اللي تكون شوية مرتفعة على غرب البلاد لأنها محليا تحت 24 درجة، خاصة معسكر، منطقة شلف، منطقة مغنية 22، بوهران، مستغانم 21، بالعاصمة تيباسا، بومرداس وبجاية ودلس 19، بعنابة 20، بالواد 22، بغردية 20، ببشار 23، بتندوف غرج بلاد حاسي منير 27، بطمراسات و 29 درجة بعين أزوا وعين قزاب. نجوزوا للملاحه والصيد البحري، البحر عموما يبقى شباب خاصه على السواحل الغربيه، بينما السواحل الشرقيه شويه موجات خفيفه لانها يكون الشرقي يقدر يلحق الريح 30 كيلو في الساعه. عموما شباب الحال شباب البحر، فيما يخص الرؤيه تكون هائله من 4 إلى 8 امير بحريه كالعاده. نختموا هذه النشره الجويه بهذه المعلومات الفلكيه اللي تم الجزائر العاصمه وضعها لهذا الاحد 28 جانفي 2024. ببقى لي غنقول لكم ربي يدوم قوسطكم دائما مع برامج الشروق.